كل الطرق سويتها، لكن في النهاية ما في أي فائدة، لا صلاة ولا عبادة، كلمات تند من أفواه بل من أكباد بعض الآباء والأمهات، ويحتجون بموت كل من ابن نبي الله نوح عليه السلام وبعم رسولنا صلى الله عليه وسلم أبي طالب على ضلال وكفر، يحتجون بهذين النبيين العظيمين، لكنهم لم يصنعوا مثليهما، قرروا ضلال أولادهم وتوقفوا عن أي خطوة إيجابية لهدايتهم، بل أسرفوا في صب العبارات السلبية المزلزلة في أسمائهم. ما علموا بأنهم يلصقون الصفات السيئة في شخصيات أولادهم؟ ألم يروا كيف ظل نوح عليه السلام يدعو ولده حتى غرق في الطوفان، وكيف ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه حتى غرغرت روحه ومات؟ أمامك أربع خطوات لتستصلح ولدك بإذن الله. أولا، أن توقن بأن الهداية من الله تبارك وتعالى فاطلبها منه. الفضيل رحمه الله كان يقول: اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم أستطع، فاللهم أدبه لي. أتعلمون ماذا حدث؟ لقد أصبح ولده هذا عند بعض العلماء مقدما على أبيه على جلالة قدرهما رحمهما الله تعالى. الثانية، أن تبدأ مرحلة جديدة من الصحبة والصداقة مع ولدك، فتصنع معه كل ما تصنعه مع أصدقائك: حوار، تبادل تحية باحترام، سفر، مطاعم، هدايا. الثالثة، أن تتوقف عن لومه أو عقابه خاصة أمام الآخرين، وعن البحث عن أخطائه. الرابعة، أن تركز على الإيجابيات فتشيد بها مهما كانت قليلة، تصيدها كما كنت تفعل مع السلبيات من قبل. افعل ذلك سوف تدهش من النتيجة، فالخير مختبئ في نفس ولدك وعليك اكتشافه من جديد.